السلام عليكم ورحمة الله. أصدرت السلطات الصينية صباح اليوم الخميس أمرا بإجلاء أكثر من 46 ألف مقيم في مدينة نانغو في المقاطعة الجنوبية الصين بسبب اقتراب الإعصار المدمر. قبل البداية أدعوكم أحبتي بالاشتراك والإعجاب للفيديو ليصلكم كل جديد. حثت السلطات الناس الذين يعيشون في المناطق الساحلية حيث تم الإعلان عن خطر من المستوى الرابع على مقياس من 5 مستويات على الإخلاء إلى أماكن آمنة، بينما تم الإعلان عن خطر من المستوى الثالث في المدينة، ما يستدعى إجلاء المسنين والأشخاص ذوي الفرص المحدودة في وقت مبكر بحسب هيئة البث العامة الصينية. ويقع إعصار ناورو المدمر حاليا قبالة سواحي أوكيناو، ويصل الضغط في مركز الإعصار إلى 970 هكتور باسكال، وتصل سرعة الرياح إلى أكثر من 30 مترا في الثانية و67 ميلا في الساعة، مع هبات تصل إلى 45 مترا في الثانية. ومن المتوقع أن يغير الإعصار اتجاهه إلى الشمال الشرقي ويمر جنوب الجزء الرئيسي من الصين في 24 ساعة المقبلة.